النهارده ايضا كان هناك زياره من الكابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، زياره لمستشفى 57357. الكل يعلم ان هذه المستشفى هي مستشفى لعلاج سرطان الاطفال. كانت هذه الزياره في اطار التعاون المستمر ما بين النادي الاهلي والمستشفى، وذلك في ضوء الدور المجتمعي للنادي. كانت اداره المستشفى الحقيقه حريصه على استقبال حافل بالورود لبيبو ولكولر شارك فيه الاطفال، كما تم عرض في المقاصير عن بطولات النادي الاهلي الاخيره. ثم قام الثنائي كابتن خالد بيبو ومستر مارسيل كولر بزياره الاقسام. الحقيقه اي حد بيروح هذه المستشفى بيجي له طاقه ايجابيه كثيره وكبيره جدا جدا جدا. دكتور شريف ابو النجا المدير التنفيذي لهذه المستشفى رجل من الرجال الحقيقه اللي بتحارب بشكل كبير جدا جدا لتطوير هذه المستشفى دائما بشكل واضح، وزيارات كل النجوم، نجوم النادي الاهلي وكل نجوم المجتمع الحقيقه لهذه المستشفى، اعتقد ان هي بتؤدي بشكل كبير لعمل يعني حاله عند الاطفال الصغيرين زي ما حضراتكم شايفين. ما هو معظم الاطفال دي يعني هتلاقي 90% منهم 70-80% منهم اهلاويه والباقي بيشجعوا انديه اخرى، وبالتالي لما يشوفوا مارسيل كولر معاهم المدير الفني لاكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، لما يشوفوا مدير الكوره كابتن خالد بيبو وسطهم لاكبر نادي في افريقيا، اعتقد ان الامر ده بيفرق كتير جدا مع هؤلاء الاطفال. الولاد اللي زي دول بيبقى عندهم حب لرؤيه هؤلاء، مثل اعلى كابتن خالد بيبو مثل اعلى للكثير من هؤلاء الاطفال. كابتن مستر مارسيل كولر نفس الكلام، قبل كده كانت زيارات واضحه من الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره بالكامل الحقيقه لهذه المستشفى، وبالتالي زياره مهمه في وقتها الحقيقه، وكانت زياره مهمه جدا 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 سواء لكابتن خالد بيبو او لمستر مارسيل كولر لمستشفى 57357. ودايما الدور المجتمعي الواضح للنادي الاهلي بيظهر في مثل هذه التوقيتات وفي مثل هذه الامور.